سلام البنات، نتمنى تكونوا كامل بخير وبصحة جيدة. دائما مع وصفات مطبخ أم عبد الرحمن، سهلة سريعة اقتصادية والأهم بنينة. اليوم جبت لكم 3 أنواع من الكيكات، كيكات يومية سريعة في التحضير، اقتصادية وبنينة وناجحة 1000000%. اللي حابة تجرب أحد الكيكات، ما عليها غير تكمل الفيديو للأخير ودير جام بارتاج بين الأحباب والأصدقاء باش يطلع على فيديو وتعم الفائدة على الجميع ويتعلموا كامل، خاصة المبتدئات البنات. يلا مع بعض نبدأ على بركة الله في الوصفة والمقادير. بسم الله وعلى بركة الله. نبدأ بالكيكة الأولى، فيها 3 بيضات. نحكمه بول كبير، نحط فيه رشة ملح، 3 بيضات، كاس سكر. البنات انا كيلت بالكاس هذا اللي عندي بالشوب، نتم كيلو باي كاس عندكم في البيت، كاس تاع القادير ولا كاس عمودي. لاحظوا معايا، نخلط كلش بالباتر حتى يتضاعف ويتغير اللون كما راكي تشوفي. نستغنى عن الباتر وندير كاس زيت، ولكن يكون ناقص 7، وندير غير بشويه البنات، ونضيف عطر الزبده. في اول كيكه نضيف لها عطر الزبده ونخلط البنات غير بالفوي كما راكم تشوفوا. نحاول ندخل الزيت مليح في الخليط، راه راح يثقال، يبان لكم ثقيل، القوام تاعو ثقيل. نكمل غير بشوي ونخلط حتى ندخل كميه الزيت كامل في الخليط وتعود ما تبانش، ثم نضيف كاس حليب. بنفس الكاس البنات نضيفو كاس حليب، لازم يكون دافي شويه البنات، وندخلوه غير بشوي. لهنا نقولكم ندخلو الزيت والحليب غير بشوي، نديرو غير بشوي باش ما نهبطوش القوام تاع البيض البنات. كما طلعنا البيض والسكر بالباتر، نضيفو الزيت والحليب غير بشوي باش ما يهبطش القوام تاعو. نحكم صفايه وندير الكاس الاول من الفرينه، عندي باكي ونص خميره كيميائيه، يعني باكي ونص فيها 15 غرام من البنات، في الباكي فيه 10 غرام، باكي ونص 15 غرام، وضروري نغربلوها البنات ساعه ساعه نلقاو الخميره تاعنا مكدسه، يعني يابسه شويه حاكمه روحها حبيبات، لازم نغربلوها. والفرينه يا البنات انا غربلتها من الاول، راني نغربل فيها من المره الثانيه. لاحظوا حبيبات الخميره، اذا درتوهم هكذا كي تكونوا تقطعوا في الكيكه تاعكم راح تقعد هكذاك حبيبات صغار. نخلط ونضيف الكاس الثاني ونغربل. كي تغرب لي الفرينة تاعك مرتين راح تخلي الكيكة تاعك خفيفة بزاف. لاحظي نخلط، والمقدار الفرينة البنات على حساب الفرينة كي تشرب ولا ما تشربش. انا الفرينة تاعي ما تشربش، راح نضيف حوالي ملعقة نوريلكم. هنا مازال ما تحصلتش على رقم 8 اللي ديما نقولكم، كي تتحصلوا على رقم 8 خلاص يكفي، ما تزيدوش الفرينه. بهذا الشكل راني نخلط، وما تخلطوش بزاف البنات كي تضيفوا الفرينه. لاحظي هنا راني تحصلت على رقم 8، يظهر معايا ويختفي خلاص، ما نزيدش الفرينه يكفي. انا راني نوري لكم البنات، راح نعطيكم نصيحه، ما تخلطوش بزاف الكيكه الخليط تاعكم كي تضيفوا الفرينه، لانكم راح تهبطوا القوام وتهبطوا الخليط وما يشرح المسكوتش تاعكم تجيكم خفيفه. لاحظوا معايا، نحكم المول الاول اللي راح نطيب فيه الكيك، ندهنه مليح بالزيت او الزبده او المقارين، نغبره مليح بالفرينه ونفرغ الخليط. البنات هنا مانيش مسخنه الفرن، الفرن مازال ما شعلتوش تماما. هذه الكيكه الاولى، ندير عليها حبيبة الشوكولا. انتم اذا حبيتوا ديروا زبيب ديروا زبيب او قطعة من الشوكولا، احكموا علبة شوكولا قطعوها الى قطع صغيرة وضيفوها. نحكم سلموس سكين ونبدأ ندير في هذا الشكل خطوط هذو باش ندخل حبيبة الشوكولا للداخل.
نحطها جانبا ونروح للكيكة الثانية. عندي 2 بيضات، كاس ناقص صباع سكر، رشة ملح، ونخلط في الباطن. نخلط الخليط لطباعة البياض كما راكم تلاحظوا. نتوقف ونستغنى عن الباتر ونكمل غير بالفوي. راح نضيف كاس ناقص اصبعين البنات، كاس ناقص اصبعين زيت، نضيفه غير بالعقل كما راكم تشوفوا. البول تاعي راه يتحرك، راح نجيب بابي ونحط عليه او طرشونه. انا كانت قدامي البابي حطيته. نكمل الزيت كامل ونخلط كما راكي تشوفي حتى ندخل كميه الزيت كامل. لاحظوا معايا كي نقول لكم كيكات التوعي او الوصفات اقتصاديه، يعني واش عندكم في البيت تقدروا ديروا اي شيء. راح نضيف كاس ماء لكن نقص صبع، ويكون دافي شويه البنات، ماشي بارد، دافي شويه فقط. نخلط غير بشوي كما شفتوا معايا، ونضيف عطر الليمون او عطر الفاني متواجد عندك. انا درت عطر الليمون باللون، لاحظي. ثم نضيف الكاس الاول من الفارينة او 5 ملاعق كبار، 1 خميرة كيميائية، زايد النصف اللي خليناه من الكيكة الاولى. الكيكة الاولى درنا 1.5 خميرة كيميائية، الكيكة الثانية 1.5 خميرة كيميائية. نغربل كلش مع بعض ونضيف الفارينة ونخلط. لاحظي نكمل النص الثاني. هنا درت 2 كيسان فارينة البنات، كاس درتو ضربة واحدة، والكاس الثاني درتو على مرتين. لاحظي هنا القوام مناسب، خلاص ما نضيفش الفارينة. نحكم ملعقة السيليكون ونلايم الخليط تاعي، ونجيب المول الثاني ندهنه بالمقارين او الزبدة ونغبره مليح بالفارينة، ونفرغ حوالي نصف الكمية او اكثر من النصف شوي. عندي 2 ملاعق كاكاو راح نضيفهم للخليط، نغربلهم مليح ونخرج الحبيبات بالملعقة ونخلط مليح. لاحظي البنات الكاكاو ينشف العجينة، لازم كي نضيفوا الكاكاو. وراح نضيف حوالي ملعقة ماء عادي كما راكي تشوفي، باش يصبح القوام كيف كيف هو واللون الأبيض اللي فرغناه في المول. لاحظي نخلط ثم نفرغه في الوسط. لاحظي كما راكي تشوفي فرغي بهذه الطريقة حتى تكملي الكمية اللي عندك. وجيبي موس ديري هذه الخطوط العشوائية، والأهم ديري الخط في الوسط بهذه الطريقة باش يجي الكيك تاعك مشقق في الوسط. ونخليوه أكوتي ونروحو مع بعض نخدمو الكيكة الثالثة. بالنسبة للكيكة الثالثة البنات بلا بيض، دون بيض. احكمي بول ديري فيه اي نوع من انواع لايورت اللي عندك في البيت. ديري 1 علبة ايورت، انا درت كريم ديسير، كاس سكر، كاس زيت، كاس ماء، عطر الفاني، ملعقة معجون المشمش راح يعطي لها الطراوة والهشاشة من الداخل وتجيكم طرية كشغل راهي مشربة، 3 ملاعق كبار حليب، ما تنساوش رشة الملح. ونخلطو كلش مع بعض بالفوي. لازم البنات تخلطوا مليح باش تخلطوا جميع المكونات مع بعض يدخلوا في بعضهم ويولوا خليط واحد كما راكم تشوفوا. يعني ماشي نتوما تخلطوه ورا الزيت يروح وحده والماء وحده، لازم كلش يتخلط مع بعض بهذه الطريقة. ثم نضيف الفارينة كما قلت لكم دائما فارينة مغربلة، عندي 5 ملاعق فارينة. ثم نضيف 2 ملاعق كبار كاكاو بالصفايا، راح نضيف باكي ونص خميرة كيميائية، بالضرورة دائما نغربلوهم. ونضيف الفارينة. هنا يا البنات لاحظوا مليح درت 2 ملاعق كبار كاكاو، 3 ملاعق فارينة.
يعني كاس فارينة وثلاث ملاعق واثنين ملاعق كاكاو. هذو كامل راح تحصلوا على زوج كيسان مملوئين من الفارينة والخليط الكاكاو. نخلطوا كلش مع بعض ونشوفوا اذا كان الخليط تاعي ثقيل البنات لانه الكاكاو يثقل والفارينة تشرب، راح نضيف حوالي ملعقة او اثنين ماء. اذا كان الخليط تاعكم مليح برك ما تضيفوش لا فارينة ولا ماء. لاحظين نضيف الماء باش نخفف ونضيف الفارينة باش يزيد القوام تاعي ثقال. لاحظي انا ضفت اثنين ملاعق ماء، لاحظوا القوام خلاص هنا يكفي. راح نفرغه في المول، المول تاعي دهنته بالزيت وغبرته مليح بالفارينة ونفرغ الخليط. بالنسبة للمول البنات اذا حبيتوا الكيكة تاعكم تجيكم طالعة بزاف ديرو في مول صغير، اذا حبيتوها تجيكم كيكة عادية كبيرة رقيقة ديروها في مول كبير. لاحظوا معايا الكيكات الثلاثة هنا مازال ما شعلتش للفرن، قلت لكم باش تتاكدوا ان الكيكات تاعي مازال ما طيبتهمش كي نشعل الفرن مباشرة ندخلهم بالوحدة حتى يطيبوا. اذا كان الفرن تاعك حجم كبير تقدري ديري زوج او ثلاثة دفعة واحدة. لاحظوا معايا بعد مرور 20 دقيقة افتحي الفرن وشوفي تيستي بالكوردون، اذا خرج ناشف خلاص، اذا خرج مندي تقدري تزيدي ضيفي له حوالي 5 دقائق. كي يطيبوا خلاص نحيهم خليهم يبردوا، نحيهم من المول وزيني كيما حبيتي. بالنسبة للتزيين البنات دايما نقولكم الجود بالموجود، واش عندك في بيتك زيني به وتبقاي انت المبدعة الوحيدة في بيتك. لاحظي نعرفوا كامل الجزائريات كامل مبدعات الله الله عليهم، يقدروا يبدعوا كيما يحبوا. له نقولكم دايما الجود بالموجود، واش عندك في بيتك تقدري تبدعي وتنتجي وتديري حوايج ما شاء الله. فقط تبعي الخطوات، الاساس هو الكيكات والتزيين دايما يبقى اختياري. انا زينت تزيين خفيف جدا واش عندي في البيت، ما كلفتش روحي، درتهم فقط لولادي، تقدري ديريهم للضيوف وتقدري تديهم معاك كهدية اذا خرجتي. يخرجوا بنان ما شاء الله وخفاف وما كيش راح تخسري درهم. كي تروحي تشري راح تشري وحدة كيك بالك ب30 ألف او اكثر. ديريهم مقادير قليلة موجودة في كل بيت، لاحظي القوام والخفة البنات صدقوني والله الكيكات تاوعي ناجحين في ثلاثة ومخفاف. وتمنيت لو كان تقدروا تذوقوا او تشموا الريحة اللي راهي في البيت، والله ما شاء الله. حضروهم لضيوفكم لولادكم قهوة الصباح قهوة العشية، كما تقدروا تحضروهم بلا ما تزينوهم وتحطوهم في المجمد وقتها ما احتجتوا تنحيوهم. هنا راني قسمت لكم باش تشوفوا، لاحظوا الخفة كأنها مشربة، خاصة هذه الكيكة ذوق الشوكولا يا البنات كأنها مشربة من الداخل. لاحظوا القوام والله ما شاء الله. قسمت لكم كامل الكيكات باش تشوفوا القوام تاعهم من الداخل والهشاشة والطراوة. لاحظوا خفيفة وكأنها مشربة. الكيك لاحظوا البنات خفيف ما شاء الله، طري وبنين، وفيها البنات ذوق الزبدة كأنك درتيه بالزبدة ماشي بالزيت. الكيكة الثالثة لاحظي حبيبة الشوكولا هبطوا للأسفل وخفيفة كأنها إسفنجية. لاحظوا معايا، نتمنى تجربوهم وما تنسونيش بالجيم والبرتاج بين الأحباب والأصدقاء باش تعم الفائدة ويتعلموا كامل البنات خاصة المبتدئات. والآن ما بقى لي غير نقولكم دمتم في رعاية الله وحفظه. سلام.